الزهراء قامت بدور رسالي يحافظ على نبوة الخاتم وعلى وصاية الوصي، وضعت النقاط على الحروف من خلال دورها الرسالي هذا. وفي مقابل فاطمة الزهراء هناك من كان يجتمع ويتآمر على النبوة والوصاية اللي فاطمة الزهراء كانت تقاتل من أجلهن. بس التفتولي، يعني كان أكو صراع بين طرفين، طرف يدافع عن النبوة والإمامة ويريد يحافظ عليها، وطرف كان شنو يتآمر على النبوة وعلى الإمامة في حياة النبي وبعد شهادة النبي صلى الله عليه وآله. والصراع محتدم بين الطرفين، سواء كان بحياة النبي أو بعد شهادة النبي، محتدم الصراع بين هذين الطرفين أو الفريقين. من هذا اللي كان يتآمر؟ شلون كان يتآمر؟ معقولة أكو بالأمة الإسلامية من كان يتآمر على النبوة وعلى الإمام؟ أكو شيء؟ نعم، القرآن ذكر، مو أنا، القرآن الكريم ذكر. وأسهم بالقرآن الكريم لما ذكر، القرآن مرة ذكر مشاكل أشخاص معينة، والقرآن الكريم بجانب آخر لا بيّن أكو مؤتمرات تعقد لضرب النبوة والإمامة. يعني ما أدري شلون أوضح الأمر، يعني أضرب مثال. القرآن الكريم مرة يقول يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، مو الشكل نا القرآن يتكلم عن مؤتمر، عن جماعة قاعد حيك مؤامرة، لو يتكلم عن واحد محسوب على الأمة الإسلامية وعنده عنوان صحابي بس هو شنو فاسق. القرآن يتكلم بشكل ثاني مو الأول، مو صحيح؟ يعني مسلم عنده مشكلة، القرآن الكريم هم شخص مشكلته، هذا فاسق، هذا يحب يسوي له مشكلة، هذا كذا كذا كذا. القرآن مرة هالشكل يتكلم، القرآن مرة تكلم لا بشكل آخر خطير جدا، بشكل آخر خطير جدا، يقول هذا الفاسق وغيره ممن شخصناهم مو بس يسوون مشاكل على المستوى الفردي، لا لا، ذولا كانوا يعقدون مؤتمرات لضرب النبوة والإمامة ولضرب الحق، ويحيكون مؤامرات. تقول لي هذا وين ذكر القرآن الكريم؟ أقرأ لك آية. بسم الله الرحمن الرحيم، إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم، هاي خلوا إلى شياطينهم، خلوا يعني يعقدون جلسة، لو ما يعقدون جلسة يختلون بشياطينهم. طبعا منو شياطينهم؟ مو شياطين الجن، شياطين الجن ما ينشافون حتى يقعدون وياهم، يعني شياطين الجن يوحولهم. وإذا خلوا إلى شياطينهم، شياطين الإنس اللي هم على شاكلتهم، كل يعمل على شنو شاكلته كما في القرآن الكريم، خلوا إلى شياطينهم يعني يقعدون بالليل يختلون بأنفسهم ويحيكون المؤامرات ويشتغلون وإلى آخره، ويعقدون مؤتمر ويطلعون بنتائج، وهاي النتائج تطبق على أرض الواقع بعدين. فإذا مرة القرآن يشخص مشاكل شخصية عند بعضهم ويذمهم عليها، مرة القرآن لا يقول القضية أخطر من ذلك، قضية منظمة ومرتبة ومؤتمرات وجلسات سرية وشغل منظم وخطط وإلى آخره. هاي القرآن بيّنها وذيك القرآن هم بيّنها. ليش أقول لك صراع بين فريقين؟ انتبه لي. هنا أنا إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، يعني يقولون نحن مسلمين بالنتيجة، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم نحن مستهزئون، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون كما يعبر القرآن الكريم. طبعا ولخطورة هؤلاء أصحاب المؤتمرات أقول لكم شيئا، خنحلل شوية خنحلل، ولخطورة ذولة أصحاب المؤامرات والجلسات والإلى آخره والمخططات، لخطورة هؤلاء القرآن الكريم في بداية سورة البقرة اتكلم عن المتقين أنطاهم 5 آيات. راجعوا سورة البقرة، راجعوا ثاني سورة بالقرآن. من بعد المتقين اتكلم عن الكافرين أنطاهم 2 آيات، سواء عليهم كذا أنذرتهم أم لن تنذرهم لا يؤمنون ختم الله.
ولما وصل إلى المنافقين من بعد المتقين والكافرين أو المشركين أعطاهم 10 آيات في سورة البقرة. روحوا حسبوا من بعدي، فتحوا المصحف الشريف وحسبوا 10 آيات، يعني المتقون يتكلم عنهم 5 آيات، المشركون أو الكافرون يتكلم عنهم بآيتين، المنافقون ذولا تكلم عنهم 10 آيات. 10 آيات أعطاهم لخطورتهم. ولهذا في موضع آخر القرآن لما يتكلم عن المنافقين يقول للنبي هم العدو فاحذرهم. العدو الحقيقي ذولا فاحذرهم. ولهذا شوفوا الثائرة ثارت على أمير المؤمنين. شوكت هو واي ثارت ثوائر على أمير المؤمنين، ولكن خصوصا لما قاتل هؤلاء في الجمل وفي صفين وفي علي بن أبي طالب يقاتل المسلمين، غيره كان يقاتل يفتح البلدان الكافرة غير قبل علي بن أبي طالب كان يفتح البلدان الكافرة. اجى علي بن أبي طالب خلى مسلم يقتل مسلم. ابن تيمية هيك يقول علي بن أبي طالب شنو الخير اللي بيه، خلى المسلمين واحد يقتل الثاني. الجواب لا، علي بن أبي طالب مو خلى مسلم يقتل مسلم، خلى مسلم حقيقي يقتل منافق. فحروب علي بن أبي طالب أصلا كانت كلش عظيمة. علي بن أبي طالب اتفرغ للعدو الخارجي والداخلي، الداخلي اللي هو أخطر من العدو الخارجي. هذا اللي اشتغل عليه علي بن أبي طالب. ولهذا النبي قال لعلي بن أبي طالب أنا أقاتل على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل. النبي قال للأمير المؤمنين عليه السلام وسمى أعداء ناكثين وسماهم مارقين وسماهم قاسطين كما في كتب المسلمين جميعا اللي قاتلهم علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب قاتل ذولا اللي 10 آيات بالبقرة واللي سورة كاملة في القرآن باسمهم سورة المنافقون، واللي آياتهم كثيرة في القرآن الكريم. إن المنافقين في أسأل بالمصحف الدرك مو الدرك، وإن كان أكو قراءة ثانية الدرك، يعني العرب تقول في لغتها الدرك والدرك والثنين صحيحات. ولهذا أكو قراءة ثانية إن المنافقين في الدرك، بس القراءة المثبتة في المصحف إن المنافقين في الدرك والثنين صحيحات، الدرك والدرك، الدرك الأسفل. منافق علي بن أبي طالب قاتل ذول الدرك الأسفل في النار الأخطر، قاتلهم علي بن أبي طالب. ولهذا حروب علي بن أبي طالب عظيمة كانت، كل شيء عظيمة. فرقان